بهذا الحماس والحضور الجماهيري الكبير الذي امتلأ به ملعب الفقيد نصر الخليفي في مدينة عتق، اختتمت بطولة كأس عيد الجلاء 30 من نوفمبر التي جمعت أندية الدرجة الثالثة في محافظة شبوه، عرس رياضي قاب عن شبوه لسنوات وعاد إليها محملا بأمل عودة المحافظة إلى وضعها الطبيعي. من مختلف المديريات توافدت الجماهير للاستمتاع بلحظات تنسيهم هموم الحياة، مشهد تجلت فيه قدرة هؤلاء على مواجهة التحديات وانتزاع لحظات المرح في زمن الحر. حقيقة الجماهير الرياضية اليوم متواجدها من قبل هذه البطولة، طبعا منذ اليوم الأول من افتتاح البطولة، وها اليوم تجسد العرس الرياضي الكبير الذي تشهده محافظة شبوه اليوم متمثل في قطبي الكرة الشبوانية نصر روضة وصمود الصعيد. في ظروف صعبة وبإمكانيات مادية محدودة استطاع فرع اتحاد كرة القدم في المحافظة تنظيم هذا الدوري لأندية تعاني من انعدام أبسط التجهيزات الرياضية لخوض غمار المنافسة، على أمل أن يحمل المستقبل القادم فضاء رياضيا أوسع يبقيهم على صلة بمعشوقة الجماهير. بطولة كأس نوفمبر لأندية المحافظة انطلقت يوم 18/11، اليوم النهائي الجميل، النهائي الممتع المتميز، هي رسالة لكل من السلطة، لكل من الرياضيين، للالتفاف، للانتباه، للتوجه للقطاع الرياضي. شهدت محافظة شبوه في الفترة الماضية تراجعا ملحوظا في النشاط الرياضي جراء الأوضاع التي عاشتها البلاد، وجاءت حرب الميليشيا لتطلق رصاصة الرحمة على وضع الرياضي ينهش، وخفتت معه أيضا مظاهر الحياة المدنية كلها. إبراهيم حيدرة، قناة بلقيس، شبوه.